أهلا بكم هناك أسئلة كثيرة يسألها مريض السمنة المفرطة لنفسه أول هذه الأسئلة هل أنا مريض سمنة مفرطة في البداية؟ لأنه ده في الأول حوار نقاشي يعني يعني مثلا ممكن أوي واحد يبقى وزنه 110 ونقول له أنت عندك سمنة مفرطة 105 عندك سمنة مفرطة حسب طولك دي حاجة مهمة جداً غالبا اللي كسر الميه عنده سمنه مفرطه يعني ما فيش واحد هيبقى طوله مترين مثلا صعب يعني قليلين بس الاول ان انا اقنعك من الاول بحاجه اسمها البادي ماس اندكس ان انت عندك سمنه مفرطه المرحله الثانيه قرار طب انا هعمل ايه؟ هتعمل عمليه طب هعمل تكميم ولا تحويل مسار طب انا بسمع مش عارف عن عمليه ايه اللي بيقولوا عليها في الحته الفلانيه لا في عمليات معترف بيها عمليات العالم كله بيعملها وعارفين البارامترز بتاعتها وعارفين ايه المطلوب بالظبط يتعمل فيها فيما بعدها متعلقه بمين مين الانسب ليها سيب القرار اللي للجراح بيسال وناس كتير بتسال يقول طب بعد العمليه هرجع اكل بقى زي ما انا عايز ما انا عملت عمليه سيبوني بقى لان انا عملت يبقى انا بقى اعيش حياتي زي ما انا عايز لا الحكايه دي ما تشغلش بنفسك، انت نفسك بهيفير وعقليتك وتعاملك مع الاكل هيتغير. يا ده انا كنت بعشق، ما انت هتفضل تعشق، مفيش مشكله، بس هتعشق في حدود. عشق الاكل هيرجع لطبيعه الحدود البشريه الطبيعيه. مفيش حاجه ما مانع ان انا احب اكل كل حاجه بس بكميات طبيعيه تناسب الانسان الطبيعي، مش بكميات ها؟ انتوا فاهميني؟ غير منطقيه. ما هو ما يا جماعه يقول ان الناس في ناس بتاكل بالحله. يعني الحلة دي مش للأكل الحلة دي إن حضرتك تغرف منها حلوة تغرف دي تجيب الأكل منها الأكل بيبقى في طباق ومفيش طباق كده يعني محدش يقول لي أنا بجيب الطبق الكبير ده وباكل في ما بتاع إحنا غير كتيرة في حياتنا فخلينا نعيش كده مع عالم جراحة السمنة سنة بسنة ونجاوب سؤال بسؤال عشان نوصل لبر الأمان ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جراحات السمنة المبدع دائما في حواره صاحب الكاريزما العلمية الرائعة والاسلوب العلمي الدقيق في التوصيف استاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه الاس ار سي ضيف العزيز القمع المكبير اهلا بك اهلا وسهلا عايز ابدا 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 في كلامنا الحلو النهارده احييكم على مجهودكم في قسم جراحه السمنه سواء في عين شمس او في المستشفى. وادي النيل الحقيقه يعني ده طبعا عين شمس صرح علمي راقي جدا بس القسم عندكم قسم مذهل الحقيقه شكرا طبعا لحضرتك على المقدمه وعلى الاطراء الجميل لجامعه عين شمس الحقيقه طبعا هي آه يعني هي مش بس مستشفى آه او اسم جراحه السمنه بس هو جامعه عين شمس عموما فيها تطور رهيب والحال القائمين على قياده الجامعه آه من حتى مستشفى الجراحه اسم جراحه السمنه كل المستشفيات في عين شمس بتشهد تطور رهيب والحقيقه ده حلم لكل او كل استاذ في جامعه عين شمس ان هو يفخر او انه يعيش الايره الزمنيه اللي هي بتحصل دلوقتي يعني تطورات فعلا ملحوظه للمرضى ملحوظه للأستاذ ملحوظه وده عهدنا في عين شمس يعني الحقيقه مستشفى النيل برضو من المستشفيات اللي هي المتطوره المستشفيات اللي هي بتحرص دايما على ان هي توفر كل الامكانيات الطبيه الاجهزه الاحدث في العالم فيعني صروح طبيه صارحة. يعني صارحة. صارحة. نعم. آه طبعا متقدمة. كل صرح له قيمته لازم نذكر الصروح ديت ولازم نقول ازاي بيعملوا شغلهم ب ب باجاده وفريق العمل الكبير اللي ورا اجادتهم للعمل اللي ورا الجوده هي قيادات طبعا هي 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 منظومه يعني وهو الحاجات دي كان ممكن تكون موجوده في اي عصر من هي بس فعلا القائمين على اداره الجامعه واداره المستشفيات بصفه عامه طبعا يعني فيها تنظيم غير عادي متطور بصوره كبيره جدا م -م. عايز ابدا يعني بقى بالايه بالطريق الكلاسيكي بتاع مريض السمنه الاول هيقعد يسال هو انا مريض سمنه ولا لا وبيجي لك اعتقد الحوار بيبدا كده صح آه طبعا احنا يعني مرض السمنه المفرطه هو ما فيش عيان بيجي عياده من العيادات الا ما يكون عنده مشاكله وهو عارف ان هو عنده سمنه مفرطه وعايز ينزل وزن بصوره فعاله هو هو عارف ان هو مريض سمنه مفرطه وقليل قوي ان يجي لك عيان تمشي على تغذيه علاجيه ما هو ما فيش عيان اصلا بيجي يعني المود العام لمرض السمنه المفرطه هو جاي خلاص هو داخل عياده جراح السمنه عشان ينزل وزن هو عايز يعمل عمليه احنا ما فيش عيان بي بي يعني ما بنشوفش عيانين كتيرة جدا بمشروع التغذية العلاجية دي حقيقة طبعا احنا في اوبشنز مش كتيرة لانقاص الوزن عشان بس اعرف الناس يعني راسم رجليها في موضوع السمنة احنا عندنا يا اما تغذية علاجية في الاوزان الصغيرة يعني هو دي توصيات منظمة الصحة العالمية عموما يعني دي التوصيات الجايد لاينز يعني العامة تغذية علاجية عزالة 5 10 كيلو اللي تلعب فيهم خلينا آه نكون عمليين يعني كيلو. آه. و ودي خلينا اه وخلينا نقول بس ان الناس اللي هي بتتابع نظام غذائي اوعى ان انت تمشي ورا الحاجات اللي هي في الصيدليات بصوره انا كنت في عياده في اسكندريه في المركز بتاعنا ف احد الناس يعني جاي هو وبنته يعني بيعمل لها عايز يعمل لها عمليه وكان وزنها فوق ال 120 كيلو وابتدت تاخد نظام غذائي بادويه اللي هي المشكوك فيها دي اللي هي ملهاش اصل او ملهاش ملهاش مصدر يعني وبالتالي بقول البنت دخلت رعايه مركزه من كتر ضربات القلب بتاعتها كانت زي ده يعني فوق ال 150 وانت طالع وما كانوش عارفين عندها ايه الا ان هي بس بتاخد بس ادويه للتخسيس مجهوله المصدر مجهوله الهويه ما حدش عارف وصفات الاونلاين اللي هي بيقول لك تخسيس يعني باونلاين او تخسيس ب فيعني طبعا دي خطر جدا فانت لو لو هتعمل تغذيه علاجيه اعملها في مراكز مراكز مضمونة أه؟ استشاري دكتور، تغذيه دكتور دكتور, دكتور تغذيه دكتور. علاجيه بيكتب لكن أدوية؟ اونلاين ايه اونلاين لا, لا،, فيش حاجة لا، طبعا اونلاين ده نصب لو انا اروح إيه؟ ده نصب انا ايسكا غير علمي حاجه غير علميه آه، غير أدمية خلينا نوصف التوصيف الحقيقي نصب يا جماعه نصب على الناس ده رقم واحد رقم اثنين الاعشاب نصب على الناس خطر خطر جدا خطر. اه انقاص الوزن احنا بنعمل بالتغذيه العلاجيه اللي هو دكتور تغذيه علاجيه بيكتب روشته بتتصرف من الصيدليه بس كده وطبعا الصيدليات مش كل الادويه اللي فيها حق يعني هو ربما يكتب لك حاجه طبيه ربما يكون واحد غير متخصص يكتب حاجه اللي هي بيعلن عنها في التلفزيون ما يكونش لها مصدر فانت عايز حد دكتور يعني طبيب يعني بيكتب روشته تصرف من الصيدليه بصوره يكون مسؤول عنها ويكون هي موثوقه وتكون مكتوبه في الكتب مكتوبه في الريسيرش في فيه كارثه دلوقتي كارثه اعشاب تظهر تاني هو كل شويه كده يطلع لنا موجه اعشاب مرة من حوالي مثلا 15 20 سنة أو 15 سنة طلعت موجة أعشاب اندثرت آه وتعرف ان ده نصب وبتاع بعدين تانية. بعد كده طلعت موجه تانية الاعشاب قعدت شويه كده واندثرت برضو وتعرف ان ده نصب وهبل وبتاع في موجه ثالثه دلوقتي طالعه اعشاب اصلا بقى لي 15 سنه بحارب الاعشاب بقى لي 15 سنه قاعد لهم مش ورايا حاجه لا انا لا هم في البلد دي نصب علني في عشبه تعالج 17 مرض ليه يا عم ولا حد يعرف عن حاجه ومش موجوده في اي كتاب طبي وما لهاش علاقه بالطب و... وتعالج سمنه وتعالج اكتئاب وتعالج مواجع في المفاصل وتعالج الام في المعده كلام اهبل طبعا انت ما بتشوفش المعلن اصلا هو المعلن انت ما هو, اونلاين بالتليفون مش مش معقول لا بل. لا لا هو فاتحين اماكن ف... ده فاتحين اماكن بقى إز، ازاي كده والله آه. فاتحين اماكن ما اعرفش فتحوها ازاي يقول لك انا مش كارثة... عارف اخصائي حاجه مش دكاتره وخبير وب... أخ... اه خبر اه خبيره تغذيه اه او خبيره التغذيه خبيره التغذيه او خبير <applause> طبعا اللي هو احنا ما فيش توصيف اسمه خبير ما فيش حاجه اسمها كده فيش حاجه اسمها خبير الخيار. ده يعني نصاب وهات الحاجات اللي هي مش... احنا كنا بنعديها في خبير اقتصادي في خبير علاء في بره الطب ماشي لكن, لك الطب لكن في الطب ما فيش حاجه اسمها ما, خبير. ما عندناش درجه علميه اسمها آه خبير مش عارف هي واخد الخباره يعني ولا واخد ايه انا مش هي شاعت. انت يعني طيب خلينا اصل احنا يعني عارف ان ايه الدكتور واخد دكتوراه يبقى واخد دكتوراه واخد ماجستير واخد ماجستير واخد دبلوم واخد دبلوم واخد زمالة واخد زمالة واخد زمالة, واخد زمالة آه. لكن الخبير واخد يعني ايه نوع الشهادة اللي ورا كلمة خبير ما شهادة مصرية اسمها خبير دي خالص اه ما آه. ولا آه. أجنبية ولا أجنبية مش حاجة اسمها كده هو احنا بس عشان نحط نفسنا في الواقع اه احنا الطب ما فيهوش خبير ما يعني فيش حاجة اسمها كده بدرجة خبير <applause> <applause> معلش والله انا يعني مش قاصدين <applause> الكلام ده بس هو هي جاي <applause> <كدا>. لازم نوضح <applause> للناس هي يعني مش جايه كده بس مفيش حاجه اسمها كده النمره الثانيه برضو اللي احنا يعني طبعا الوزن زاد شويه كمان الوزن زاد شويه كمان ممكن ناخد نعمل بالون معده بالون المعدة احنا برضو عايزين نقول الحاجات اللي هي المظبوطة فيها والغير مظبوطة، بالون المعدة مش سحر في المعدة عشان احنا بنراكب بالونة وأحياناً ما بيجيش نتيجة يعني. بالونة المعدة ممكن تراكب بالون هي بتاخد حيز من المعدة تزود الشبع تقلل الجوع شوية، لكن لن تؤثر على نوعية الأكل. يعني أنت لو أكلت سكريات شوكولاتات أيس كريم والحاجات دي كل دي هتزود وزنك وأنت ركبت بالونة ورحت المستشفى وجيت من المستشفى وفي الآخر برضو ربما ما تقللش الوزن لأن أنت هي عايزه تاخد بقواعدها قواعد البالون المعده بالتغذيه العلاجيه بتاعتها هي, هي كورس كده مع بعضه ودي حاجه تبع وزاره الصحه برضو يعني اف دي ابروفد ومن الحاجات اللي هي الطبيه الموصوفه العلميه يعني مش برضو دي دي مش اعشاب اقصد ان البالونه اللي هيركبها عارف ان هو هيركب حاجه خلال ست شهور هتنزل من 10 ل 15 كيلو ويمكن دلوقتي تسهيلا للوضع في حاجه اسمها الكبسوله المبرمجه كبسوله بتبلعها تقوم تفرد في المعده بعد ما نحينا بسلاين مش بالمنظار يعني البالونات العاديه بتركب بالمنظار وتخرج بالمنظار بعد ست شهور الكبسوله المبرمجه بتبلعها قدام جهاز الاشعه نطمن ان هي نزلت نقوم حقنينها خلال خرطوم صغير قوي حقنينها تاخد 550 سي سنت يعني وتتصور فيلم كمان من الاشعه نطمن ان هي خدت حجمها المظبوط ومش شايلين الخرطوم ده ورمين تقوم تروح بيتك وطبعا يمكن شركات تسهيلا بيدوا ابلكيشن وميزان تقدر تتابع نفسك وانت في البيت مع الناس بتوع العلاجيه ويمكن دي حاجه موصوفه طبيا ما فيهاش مشكله لكن هي برضه ما زالت حاجه غير مستدامه مدى الحياه. ودي في 10 و15 كيلو مش اكتر من كده. كسرنا الوزن الكتله بتاعت الجسم زادت شويه يبقى انت في نطاق الناس المصابه بالسمنه المفرطه المرضيه المنصوح بها من وزاره الصحه العالميه ان انت تعمل عمليه يعني عمليه تكميم او عمليه تحويل مسار بانواعها بقى تحويل مسار معده كلاسيكي تحول مسار معده مصغر تحول مسار 12 آه يعني التكميم مع التحويل ماسكين ايدينا فيها اللي هي الساسي لسه يعني مش ابروف ده آه يعني في الـ في, في الاوساط الطبيه لكن في انواع كتيرة لعملية عملت تحويل مسار دي من ضمن الحاجات اللي هي بتعالج السمنه المفرطه المرضيه يمكن حاجه ذكرت يمكن اللي هو كتلة الجسم اللي زي ده كتلة الجسم لا تعني الوزن كتلة الجسم تعني ان انت وزنك ده مش هيكون مناسب للطول بتاعك ويمكن حسبة ممكن تقسم وزنك على طولك مرتين هيطلع رقم اكتر من 35 ابتديت تشتكي من السمنه المفرطه انت في نطاق الناس اللي بتعمل عمليه تكميم او تحويل مسار في مختلف الاعمار اختيار بقى نوع العمليه تعمل تكميم او تعمل تحويل او تعمل مين فيهم ده يعني يرجع بقى لتاريخك المرضي تاريخ التغذية خبرة الجراح في اختيار نوع العملية المظبوطة طيب في كاتيجري تاني من الناس اللي هو ما عندوش سمنة مفرطة مرضية هو واحد عنده 15 كيلو بس هم متوزعين في حتة معينة البطن كده هي زايدة الفخدين السادي الدرعات الأماكن دي بقى فيها سمنة موضعية هو برضو علاجها هو موضعي اللي مش لازم تنزل وزنك كله والله أنا الدرعات بس اللي مضيقاني. البطن هي اللي فيها شويه دهون تحت الجلد اللي الثدي في مشكله سواء يعني زياده في الحجم او الشكل بتاعه غير متناسق مع الجسم احيانا كثيره جدا بيبقى الشكوى هي سمنه موضعيه ما انتش لازم تعمل يعني مش لازم تعمل عمليه انقاص وزن اللي هي انت انت سمنتك دلوقتي موضوعية فقط الفخدين بس هم اللي الهنش الفخد من الداخل احيانا بيبقى فيه التصاق بسبب السمنه الموضعيه ده بيبقى علاجه هو برضو علاج موضعي سواء بشفط الدهون بطرق المختلفة سواء الطرق التقليدية العادية الشفط التقليدي العادي أو لو أنت عايز تشد شوية ترهل بقى ما يحصلش ترهل ما بعد شفط شوية الدهون دول ممكن تعمل بقى بحاجات زي الجي بلازما أو الفيزر أو الليزر حتى دي حاجات بتشتغل على الكولاجين وت يعني تخلي الجسم برضو يتشد شوية يعني أنت لو شفطت كمية دهون في منطقة بكثافة ممكن تلاقي فيه ترهل في الجلد ودي حاجات طبعا او ان انت لو واحده عامله قسرات كتيره عامله جروح في البطن كذا مره في وحصل عندها لو شفطت هتلاقي في ترهل ممكن تقص الجلد كمان تعمل زي شد بطن يعني او ابدومينو او التمي المتعارف عليه ما بين الناس هو ده يمكن ملخص الاوزان اللي هي ممكن نعملها بقى مين اللي يعمل تغذيه؟ مين يعمل له بالون؟ مين يعمل تكميم؟ يعمل تحويل؟ مين الناس اللي تعمل شد او شفط تون؟ احنا لا نلزم حد بان احنا نعمل له عمليه واحدة لكل الحاجات اللي هي اللي احنا قلناها لكن احنا ما يبقاش واحد بس هو بتاع بالون معدة سي مثلا اندوسكوبيست بطنة بيشتغل بس اندوسكوب مناظير هو بركب بالون بس هل ده يعني ان انا اي عيان سمنة جاي يعمل جاي يقول لك انا راكب البالون تركبها له لا مش صح يعني انت وزنه وزنه 160 كيلو تركب له بالون ازاي ان شاء الله هيخس قد ايه ولو خس مثلا ما انت كل الوزن بقى يكون كبير ما انت هتخس اكتر بالبالون خلال فتره قصيره يعني البالونه اللي هي تجيب 10 أو 15 كيلو في وزن 180 كيلو على طول 150 سم او 160 سم هتلاقيها تجيب 30 كيلو في واحد وزنه 160 ولا 170 ليه ما هو اصلا مخزون وزنه كتير ما هو مش معنى كده ان انا ما بشتغلش الا في البالونات يبقى كل الناس آه هتركب بالون زي ما جراح السمنه يعني مش المطلوب انه يعمل جراحه سمنه الواحد وزنه زيادة 10 كيلو بس ما ينفعش اه يعني ما هو زي من ما احنا ملتزمين في عالم جراحه السمنه بان احنا بكتله بكتله وماشيين على انه في زياده متوسطه في الوزن لا مش هعمل لك هعمل لك ليه ما انت تخسهم بنظام غذائي ده انا زايد 10 كيلو ولا زايد 7 كيلو مش محتاج حاجه خالص مش محتاج حاجه برضه ابو 160 ولا 150 اعمل لك بالونه يبقى انا بضيع وقتك بالظبط احنا احنا بنركب بالون على الاوزان اللي هي 15 كيلو 20 كيلو في الوزن الطبيعي كفايه جدا لكن مش 160 برضو انا ما اعملش مش لازم اعمل العين شد بطن في عيان وزنه 120 130 كيلو لا ده ده حرام يعني لا لا ولا شفت دهون في عيان 130 كيلو او, دا 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 يعني. أو شفت دهون هتشفط منين ان شاء الله انت عندك 10 كيلو هتشفط 10 كيلو 10 قصدي 10 لتر 8 لتر 10 لتر يعني لما تكون صحه يعني كويسه آه وتكون بنت صغيره ومقلونه كويس وتلاقي صحتها كويس 8 لتر 8 لتر هيروحوا في هيجيبوا منين دول يعني؟ من, ولا من اللي هو هتوزنهم هيطلعوا قد ايه؟ لا هيفرقوا في الوزن ولا هيفرقوا في الشفط ولا هيفرقوا في حاجه اصلا على المدى البعيد. أه. يبقى انت اذا عمليات انقاص الوزن لعمليات انقاص الوزن. البالونه نركبها في البل... اللي هو محتاج بالون. شد شفط او شد للناس اللي هم محتاجين ده او في النطاق ده. نعمل دي اهم واحده اهم واحده حته إن الدهون لناس عندها سمنه واضحه ومفرطه ده تهريج. ما تعملهاش. ده تهريج علمي. <applause> وده يعني بين قوسين كده ده نوع من انواع يعني الضرر الكبير جدا للناس والعلم ما بيستفادش اه مش كل الناس آه عندها نفس القدرات في ومش كل الناس سبيشالات ما في ناس بتشتغل مت مت تخدير جراحات سمنه عارفين يتعاملوا مع مريض السمنه ازاي ضيفي العزيز الذي يبدا دائما الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحه السمنه والمناظير الأستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وصاحب زماله كليه الجراحين الملكيه بانجلترا وعضو كليه الجراحين الامريكيه نورتنا وشرفتنا وسعيد جدا دائما بوجودك معانا. يبقى حوار المناظير والتكنولوجيا حوار لازم تسمعه في الناس الحلوه خليكم مع